السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا ونكسن دل هانتين بدور رياش إذا قيمها هي قدر أنت مدن إضافة عالم كاحنا قد دورة ملك استعجوك تاني يحل والبايدين تهايكو سود وهذا هو كتلفيشن كعالم يجي اسمه الكادر دمه ويدين سو تيدين دون تاني جوسين أحمد هادو على إدمه حسكا مالين تعالمي جاي حقوق الإنسان كايا سدقن لغة حسي اسمه الكادر دمه مناسبة وحا سوق من قابي قرمة بدوبي واحدة كوميشن كيلا لنت حقوق الإنسان كا أيا وحا هل كدق لغة دقي حقوق سنان إيا عدالة قود إلا هلو قف ولبا وحا لغو حسي سعداء لغة أو لغة صوب بلابي سوق وين إيا تايوان إلا إيا سابيان تاسو أي سوى دجر أه أفليين مسؤولين تقرمة بدوبي إيا بريغا حررقي لا مها أمنيغا إيا قار كميدا أرطيدا لغة سوق لحشي دوكسية دا سابيان ماريام إيا دوكسية دا هاي سكول كا إيا مغالة دا تريدابي كدب سعداء الكاسي وحا برنامج ويدين إيا ورعيلين اللو قبطي أرطيدي وحانا أبال مرين لغو دونسيي أرطيدي كالمها خوري كالي حسكان ايا لحسا ايا قود احان عالم كاح وريقي تدواتن ايا افراد وجدد ايا نلوغا قولي هاي ان بلشا دا حلقو برارجيو حقوق الانسان كا مناسبة سيهر سرا احلو سو دياري سند قورة دي كسو وريق تي تدواتن ايا شن سنة اي دوكسيغا الفلاح ايا سي ديران لوغا حسا يسما ملكاني تري دبي بافاهين دور كاسي وحي نو سو قوبي اح وريقنا احمد موسي دوكسيغا اسلاميغا اه اي الفلاح حملو يقان حاج علي وحلا اساسي تاريخ تومركا اي هاي كونسا غال بقلا تطبيع فرطن كي ترسي تاريخات كرير يروان دوكسي اهن دولي اهين او كاكوبان دوكسي او سيسره اهن امي التاريخ اه مركا لغا ايقو لنعا تايدا واحبراشادا وامد هرمودا وحاولوكي اهلا حافد دا سيبر تطبع كانت ترسان اسمامو لكان الدرنبا tirada guud ee ardayda hadda wax ka barata dugsigaas ayaa ah 2198 arday munaasabadan sida ballaaran loo soo maamusay waxa ka soo qayb galay masuuliyiin sarsare aqoonyahaniin culimaadiin iyo waliba ardayda dugsigaas wax ka barata hadaba munaasabadan furitaankeeda ayaa waxa uu horay madaf furay maamulaha dugsigaas Xaaj Cali mudane Yusuf Muuse waxa uu na sheegay inuu dugsigani mid taariikh dheer leh oo na aasaasan yahay 75 sano yahayna dugsiyada sawulkan darab ugu taariikhda dheer hadaladiisina waxa kamid ah sida tan laga soo bilaabo 1900 iyo 74tankii ila maanta aan joogno 2022 ee kala leh siyaasiyiin ee leh madax ee leh culumo ee leh injineero ee leh odayo dhaqameedo ee leh bulshada qaybahayga kala duwan dhamaantood waxaan u rajaynayaa sanad guuro wanaagsan dugsigii aad ku soo barbaarteen ee la idin ku soo anqariyay ku soo dhawaada xafladii lagu xusay munaasabadiisa iskuulka Al-Falaah usra aan ku midownay weeyaan qoys midiyahaatu naga dhigay dadkii dugsiga Al-Falaah soo maray aniga gaar ahaan mudiirka waxaa sharaf ii ah inaan mudiirka noqdo inaan madax maamulo ka noqdo dugsi soo jiray 75 sanadood sharaf bay ii tahay waan khajilayaa inaan soo horjoogsadoon ka waramo macallimiintaydii dadkii soo barbaariyey culimmadaydii madaxdii saraakiisha ciidamada ee dugsigan ka soo ababay dhammaantood hambalyaan ilaahay الفلاح دوكسيغا الفلاح وماشا نقول من ايسو اركتيد انو هكلا دوينا تسياسة دهان قلوين كن اي ريره انو هكلا دوينا دان لكن وان كم دا يسان هاي دوكسيغا آد يا آد بان غفر احسان هاي ان اوسو غارو وقت غين تالا اك هباق تقاو بحي ايو talantaali u baxay ku tabcaday ugbaadkii tan iyo waadhawaadkii tifiqleynta dharabkii ku tiixayay laamaha teel cadceedii u tuuraysay nuurkana fallaadhaha ku turuqduu dhaldhalaal ku taxan yahay hambalyo silaayo kale aan u rajaynayaa dadka isugu yimiday halkan
قصة كلا يدنا واحد مناسبة ده نكاه ده شمدة ها حفيز كا واحد برشة ده اسمه ملوك الدرة بمر وملوك محمد واحد هنا شركة مرودو إنه دوكسيني يا هاي دوكسية ده وقوم مع عدار اسمه ملوك الدرة بقى لون بهني هاي إن ده لما موجي يوم نقول السوء اليوم تاريخ ذي أولها سدوا كده واحد شركة مرودو إنه دوكسيني صار صار مسؤولين أذو فربضا أضافها عالم كجوكته وقدم أنت يا مرودو وقوم باغلي واردين تيا عرورته ده هذا واحد كبرتان دوكسي قاسين يقول ده دالان سيدي أي أرضي أنشح إيوه تيفي عن له وقصو بحلهاين وقدمين تايا واحد مناسبة نكاها لدنجر محمود درر اوه ارده دي دوكسيغاني الفلاح عمحا جعالي واحكو صوباراتي واحا ونشيغي ان اين الدوكسيغاني كمغنين مرول باو قلبيه دو كتشرو سمين دونان نسيدي دوكسيغاني لو بلارين لها اياقونا اي كالين مهمة كاقادان ايان ادي ادبا اي شرف وين نوغو تاي انان جوغنو دحالكي اي نور ريبين ددكي انغسو هرييي مرك واحد سويدين ينام النجونا دخل كان وبتجي إنه عروها إن نقدم بريا إيوه حبلا يبدأ يرضى إن نقدم بيسا يويلش إن نقدم بيا محل نقدونا جامعات إن نسمى سما جامعات اسمه هذا وديبيريا وحكسي دبلا داد أخلاق له، أدب له، دين تودي عقيدة دودة آمن سن، إن أمدا أي كسر جيداني أمدا هادون كو حقدر الكران آمن سن، إن أنا أبوه، مركا يعني إسكي كن نحضر سن، وين النوع عدها، وحامس عمر يول كن وين النوع عديها، يول كن وين البسمو هويدي أقوناد لا ترتمي كرجع معدها دجان كن كجرا ودن كن كجرا جيس كأفريقيا كجرا ساسا نصو عنه طبعا نكون أو كتر سنة غير ياشا معارض كعبدل كعبان جلديش أي سوكو صباحي عاصمة دل كعسيه إيه دكا أيغو أو دغيا بنامبح أي كدونيان إن دولدو إس عاسيشو أمانكا أي آد لو أدكي ضد بدرناه وحا أي كمخيهين ودوينكا أيغو أوربشا دها كبقيا حزبiga Bangladesh Nationalist Party (BNP) ayaa dowladda Ra'iisul Wasaare Sheikh Hasina ku eedeeyay in ay burbur horseeday dhaqaalaha. Todobada xildhibaan ee ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in ay iska casilayaan baarlamaanka. Xisbiga BNP ayaa doonaya dowlad dhexdhexaad ah oo ku meel gaar ah in ay talada qabato ka hor doorashada soo socota oo lagu wado in la qabto sanadka 2024ka. dowladdaasi ayaa arintaasi si aad ugu diiday waxayna ku eedeysay mucaaradka in ay wadaan in ay burburiyaan deganaansha la'aanta askari hore oo ka tirsan booliska gobolka Minneapolis isla markaana dhabarka kaga istaagay George Floyd oo ah ninkii madawga ahaa ee lagu dilay Mareykanka ayaa lagu xukumay 3 sano iyo bar kaalintii uu ka qaatay falkaasi Alexander ayaa qirtay inuu dambiga uu ka qayb qaatay ku lug lahaanshaha iyo dilka darajada koobaad bishii October. Askarigan wuxuu ka mid ahaa 4 askar oo boolis ah oo lala xiray dilkii xilliga laga soo duubay muqaal. Dilka George Floyd oo dhacay sanadkii 2020kii waxay caro weyn ka dhalisay caalamka. Mudaharaadyo looga soo horjeeday cunsuriyadda ayaa ka dhacday dalal ka mid ah caalamka iyada oo looga falceliyay dhimashadaasi. tababaraha xulka qaranka Morocco waalid ayaa sheegay in qof kasta uu jecel yahay kooxdiisa isla markaana ay dadaal muujiyeen waxaan noqonay koox uu qof kasta jecel yahay waxaan muujinay waxa aan ku guuleysan karno ma ahan arintani mucjiso laga yaabaa in dadka Yurub ay sidaas qabaan sababta oo ah waxaan ka adkaanay Portugal Spain Belgium waxaan barbardhac la galnay Croatia anaga oo wax guul darro ah gaarin waa natiijo ku timid shaqo adag iyo dadaal ayuu yiri tababaraha xulka qaranka xulka qaranka ee Morocco ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee ka socda Afrika ee gaara wareega nus dhamaadka ee ciyaaraha koobka adduunka kadib markii ay heleen hal iyo eber ugana badiyeen xulka Portugal
وهاجاك داوديال وحنقول هم بين تاكوسو جابيني نور وحيدل كيدي بدبح نجسو غاري سدى طوس كايدين كيمن اي تلفشن كالم جيسمام وكادر لبى لانتي ساب كاسو مالغا وكان ايا وحيد لسرعتيني سيان يوسين بحمد عمركلين تينو هو دكوكو مدونه وحنكو سيدافيا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.